نوافذ قيروانية مفتوحة في هذا العدد الخاص على سور القيروان وعلى معمارها وعلى مخزونها الفكري والروحي والشعري. القيروان مرفأ حسين القهويجي، الفضاء الملهم لكلمات عميقة وكتابة متفردة كانت مرآة لتجربة وجودية ومغامرة أدبية ولغوية وشعرية بالأساس. حسين رجل مكافح، ناضل، تعب ونجح. هذا الرجل كان منذ الصبا الباكر وكما عرفته متيما بالشعر، منبور لأن يكون عينا باصرة. حسين ما يتخلفش، حسين خلى لي غصة في قلبي مرة، حاجة ضيعناها. الأبلغ الحديث على حسين القهواجي عدد من الأصدقاء ورفقاء الدرب. صيف 78 ذات ليلة التقينا، ومنذ تلك الليلة إلى يومنا الحاضر، إلى يوم فارقنا ونحن أصدقاء. وأنا باش نقول كلمة قالها واحد من إخواته، أنا أعتبر روحي واحد من العيلة، مشني صديق. عاد الخوه آمنة بنته قالت لي أنت صديق بابا، عاد قال لها أخونا ذاك. بالحق نعرف أفراد العائلة، من الوالد سامر الله يرحمه، لأمه زهرة الله يرحمها، أخواتهم الكل، وندخل ونخرج عليهم ويجوني للدار في كل وقت. علاقة متميزة، علاقة وثيقة جدا، حميمية. توطدت أكثر عام 88، لأن عام 88 من عام 88 سكننا 4 سنين الباب للباب، ما بيناتنا 2 متر، يعني نهار كامل يا اما في سهرية كاملة يا اما حذايا يا اما حذاه. ومن غاديك حتى علاقتنا أخذت منحى آخر، لأني أصبحت أشتغل مع حسين. ترجمنا مع بعضنا لمدة 2 سنين أعمال باشو، الشاعر الياباني، أب الهايكو، وشهدت كما قلت أنت ميلاد دواوين، مش قصائد بل دواوين، معناها من أليفها إلى يائها، وترجمت له برشا قصائد، ترجمت له بالفرنسوية وبعض منها بالإنجليزية. وكنت نقوم حتى بدور السكرتير، كنت نكتب له الرسائل نتاعه بالفرنسية خارج البلاد التونسية. كانت عنده مراسلات مع برشا مجلات خارج الوطن، في أمريكا، أمريكا الجنوبية، في أوروبا، وكنت نقرأ له ونكتب له، وكانت كل رسالة كان يبعثها مرفقة بقصيدة أو 2 أو أكثر من قصائد ومترجمة بالفرنسية. وكنت الحمد لله أنا أقوم بالترجمة، وتقريبا منذ 15 سنة كنت نترجم له. أنا من أول عباد اللي ترجمت لحسين القهواجي، بعد خلت عباد أخرين، معناها نذكر على سبيل الذكر للحصر سي مختار بخريس، سي حمادي سكيك، بعد سي نبيل رضوان، ثم بعد أخرين، أشخاص أخرين ولاو يترجموا لحسين، لكن كان ديما عنده فيها ثقة بحكم القرب متاعنا، يجيب لي معناها تراجم ونعملوا كونفرونتاسيون ونطلعوا جينيرالمون نطلعوا اون سانتيز حاجة باهية، وكان ينشر فيها في خارج البلاد التونسية باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية، وثم حتى ترجمات باللغة الإسبانية ما نعرفش شكون قام بها الحق. الحديث على حسين القهواجي ما تزني نقول ما تم البداية، أنه حقيقة متاهة. علاش؟ لأنه حيلنا على أكثر من ملمح وأكثر من وجه، لأنه الراجل ذي ما أنت كان متعدد الملامح، ولكن ثم خيط مشترك يربط ما بين جميع هذه الملامح.
هو أنه هذا الرجل كان منذ الصبا الباكر وكما عرفته متيما بالشعر ومتيما بالجمال ومسكونا بهاجس الفن، الفن في معناه المطلق. فما جمعني به يعني حال عودتي من فرنسا، لاني اتمم دراستي في فرنسا، يعني انا عرفت بدا الامر خوه اللي هو بشير القهواجي، وعشرت بشير القهواجي ومن خلاله عشرت حماد سكيك، وكانت القيروان في الفتره ذيك حاضنه النخبه من المثقفين، نوعت اهتماماتهم وتباينت مشاربهم، ولكن كان يسكنهم هاجس الابداع، والابداع ذا تجلى في مجال الشعر، في مجال الادب، في مجال المسرح. تنساش انه الفتره ذيك القروان يعني شهدت نشأة الفرقه القاره، الفرقه المسرحيه القاره بالقيروان، اللي انجت اعمال يعني لم يبليها الزمن الى غايه اليوم. ففي الاطار هذاك انا تعرفت على حسين، وحسين كان يصغرني فهمتي، اقل شيء فهمتي ولا 15 سنه فهمتي، ولكن كان هو حريص على انه يعني يمعن في الاتصال بالجماعه هذه، وكانوا كلهم من كبار السن نسبين، منهم حماد سكيك الله يرحمه. فللمست فيه، ولهنا نفتح قوسين، انه حسين في الفتره ذيك يعني ولا معتصم فهمت الله بالمنزل بتاعي، ما يتعداش نهار وحسين ما يكونش في الدار، في الصباح ولا في العشيه ولا في الليل ولا في فترات اليوم بكاملها، كان يتردد على داري بشكل منتظم. وجه اخر فهمت الله في المسيره الفكريه لحسين هو اهتمامه الكبير بالارث الصوفي، ودرست الارث الصوفي من خلال امهات المصادر الصوفيه. فمثلا ذكر انه مره في رمضان وانا قاعد جار قال اعطيني كتاب احياء علوم الدين، راني مدام دخلنا شهر رمضان نحب نقرا الباب اللي كتبه ابو حامد الغزالي كامل على الصوت، واعطيته الكتاب ورجع لي قال اعطيني الفتوحات المكيه الباب الخاص بالصوت. تصور في الشهر ذاك يعني كان يحب يعيش شعيرة الصوم، ولكن في يعني أجواء فهمت ولا تذكي فيه التطلعات الروحية، التطلعات الروحية، التطلع إلى الحقيقة فيما معانيها الصوفية الروحية. الرجل ساعة كان يتميز ب يعني بنهم في القراءة مع لا مثيل له، وكان يمتلك قدرة عجيبة على الاستيعاب رغم أنه فهمتي كان عصامي. حسين الله يرحمه، الحقيقة نحن ابناء بلد أو مدينة واحدة، ومع ذلك عرفته لم أعرفه فيها. أنا عرفته في سوسة، لأني أنا سنة البكالوريا 86-87 شاءت الصدف أن يكون ضيفا، هو أن يكون ضيفا في دار الثقافة يحيى بن عمر، واستضيف لتقديم مجموعته الشعرية الأولى ليل المقابر. أنا الشاب حينذاك المغرم بالأدب والشعر طبعا وجدتني أتطفل عليه يعني وأقترب منه، وطبعا حسين له طبع ما يعني هو يحترز أولا في البدء يعني، ولكن أذكر جيدا أننا انتقلنا على القدمين إلى المحطة حينذاك كانت في باب جديد في سوسة، وتحدثنا عن الشعر وتواعدنا في القيروان. حسين غادر المدرسة لكن لم يغادر الدراسة. حسين انكب على المطالعة بشغف وبولع لم أرى له مثيلا، وصدقيني إذا قلت لك أن هناك جامعين لم يطالعوا نصف بل ربع ما طلعه حسين القهواجي. كتاب عوارف المعارف السهرة وردي كتاب يصعب
على بعض الجامعين الولوج إلى معانيه. وحسين كان عمره 17 سنة أو 16 سنة قراه واستوعبه، أنا قراه واستوعبه، وكذلك شان برشا كتابات أخرين وكتاب وشعراء. نذكرنا في الجامعة مش نعمل بحث على ويتمن الشاعر الأمريكي، استغربت كون حسين عنده عليه معرفة ومعرفة كبيرة، أمدني بعض معلومات اللي أنا كنت ما نعرفهاش. يحكي لك على ويليام بليك، يحكي لك على البانتور، يحكي لك على المسرح، يحكي لك على الشعر، على الرواية. لقينا هامش، يعني هامش للتواصل، هامش يعني لتذوق، يعني لتذوق يعني مشترك، يعني للإبداعات الفنية على اختلافها. فكنا مثلا نتبادل يعني الكتب المرجعية حول تاريخ الفن، فن الرسم، كنا نطلع مع بعضنا على كتب كان هو يجيبها من المركز الثقافي بالبلفدير، يجيبها خصيصا وننكب عليها أنا وهو وحماد السكيك الله يرحمه وبشير القهواج وغيره. كنا نسمع الموسيقى الكلاسيكية الهندية ونسمع الموسيقى الكلاسيكية الفارسية ونسمع الموسيقى الكلاسيكية التركية ونتمتعوا فهمتي ولا بسماع الجاز ونتمتعوا بسماع البلوز ونتمتعوا بسماع الجوسبيل. والاستمتاع ذي كان استمتاع عميق. فيعني الحد أنه كل يوم كان حسين يجي محتايا يسألني ثماش تسجيل جديد. حسين هو يقرأ قراءة المتعة، ماهوش يقرأ في هذه الخطرة ذيك قالوا له يزمك تقرأ، ويقرأ في قراءة المتعة، وهذا مكنه من الاطلاع على تجارب الشعر الغربي وخاصة تجربة الهايكو. يعني حينما نقرأ كثيرا من نصوصه بدأها مبكرا منذ غراب النبوءات، يعني وغراب النبوءات إن لم تخن الذاكرة نشر عام 88-89، يعني بعد سنتين أو سنة ونصف من كتابه الأول ليلة المقابر، يعني مبكرا. وكان مطلعا ويقرأ ويقتني الكتب، وكانت له مكتبة مهمة جدا، وكنا نستنجد به، يعني لأنه ينتقي الكتب ويحسن اختيارها. كان عصاميا، هذا هذه حقيقة، درس حتى المرحلة الابتدائية، ولكنه كان موهوبا، وكان منذ أن تعرفت إليه يرغب دائما في الاطلاع والقراءة ويسأل عن الكتب. وكان في بداياته أنا أتذكره معنا وهو يافع، وهو معنا في سن المراهقة ودون العشرين، كيف كان يتصل بنا في المقاهي أنا أو محمد الغزي أو صلاح الدين بوجاه أو بشير القهواجي وهو شقيقه أيضا وهو شاعر وكاتب متميز. كان حسين وقت في بداياته بالفعل يحاول أن يواكب ويكتب ويجرب، ولم يكن بكل صدق لم نتصور أن حسين يمكن أن يبلغ هذه المكانة. معنا كنا نتصور أنه مثل أي تلميذ أو أي مراهق أو أي يافع يرغب في أن يخالط المجالس الأدباء والشعراء والمثقفين، ولكنه في بالفعل تمكن، معنا تمكن وأخذ نصيبه من الثقافة والمعرفة وبدأ يكتب ونشر كتبا كثيرة، معنا كان ينشرها على نفقته. المقابر أول ديوان أصدره حسين القهواجي عام 86، لكن حسين يقراني من أواخر السبعينات 79 80 ديما، معناها يقرأ عنده كم كي يمشي يصدر ليل المقابر اختار وراجع بعض ما كتبه منذ 7 أو 8 سنوات قبل. في ليل المقابر وفي الديوانين اللي جاوا بعدهم كان تأثر حسين خاصة بالصوفية، النفس الصوفي، الصور الصوفية، الرموز الصوفية، أسماء صوفية،
الصورة اللي حكيت لي عليها أنت جات التأثير نتاعها بعد، خاصة بعد ما خدمنا كالعامين ذوك على الهايكو، بعد ما ترجمنا الهايكو حسين نزادت له أن بلوس إضافة لشعره كونه أصبح يقدم صورة، وهذا الهايكو، الهايكو يقدم صورة، صورة خطف، صورة ضفدع فوق فوق زهرة اللوتس، وردة، لكن هي صورة توحي، توحي بفصل، توحي بنشاط، توحي، هي صور لكن هي صور ناطقة، صور تتكلم، صور غنية بالمعاني. التينة عاقر والعام أبرص، عبثا أهديت معطفي للحقل فزاعة. Le figuier est stérile, l'année est lépreuse. Vainement j'ai offert au champ mon manteau en guise d'épouvantail. في يوم من الأيام فهمتني فاجأني بالإرهاصات الأولى للكتابة الشعرية، وأنا فتحت أذاني فهمتني ولا للقراءة هذه، ولقيت أنه كلمات الشعر هذا مش عادية، كلمات فهمتني ولا يعني يلمس فيها الإنسان يعني إحساس وارف بالشعر، إحساس وارف بالزمن الشعري، وعطيته انطباعي معت على الفور من أنه فهمت ولا الشعر ذي شعر قشيب وجيد، وأنه معت مطالب أنه فهمت ولا يعمق تجربة. يا من لا أسميه إني رضيت لباس العباءة وخبز المآتم، علني أبكي ملاكا صار من جنس البهائم. يا من لا أسميه هب لي من ملائكة الوسامة سريرا وابتسامة، واغسلني من الوهم، واغسلني من الوهم السفيه. حسين حقيقة يعتني بالصورة، الصورة المرئية، الصورة المرئية. أذكر أنني حينما كنت أراجع معه غرب النبوءات كان ثمة نص يتحدث عن عصفور في ركن من أركان شباك تقليدي في الآس الفرنسية وما إلى ذلك، فتجده يلتقط إشارات تتصل بالمنقار أو بشيء من هذا النوع، المنقار حينما لمس الشباك ماذا أنتج، وألاحظ أنه كأنه يقوم بما يسمى زومانافون، يعني بمعنى أنه عندك مشهد أول فهو ينساه بأكمله وتجده يركز على المنقار وصلته بشيء ما وينسى ذلك المحيط بأكمله. يغارت النوميدي، ودت الروم لو أكلت من الغيظ لحمي، وجاءت بشاقور يجتث مغارسي ويهدم ما بنيت، هذه البرية لم يأتها قيصر قبلي ولا هرقل، مذ كنت عبد شمس ودمية عند كاهن تغسل بنات القوم بالريحان أقدامه وتحنى له جباه الكرماء، قربة ألبانهم من جيد الغزال وخبزة جبن الماعز للسابلة والغرباء، تين وحشي يعلوه تاج الإبر وبيت من الطوب يفترش بساط الوبر، على خارطة جلد الفيل رسمت غزواتي ومسالك رحيلي، وفي خاطري من الأمازيغ سرب سمراوات صغار النهود خفاف الروادف يعلقن الغسيل في سدرة النبع، مسبلات على الببسم بخصلة وسالف، كيف ينسى القلب ذلك الكنعاني وديعا يرعى خضر أودية، والحوت قد سقطت في الدلو أقماره ك
كان إذا هيجه الحب أنشد، وأينما تقاذفت به الفلوات لا يبالي، مرة يناجي واحات العيون، ومرة يرثي بربابه ناقة غيبتها مناديل الرمال. كان ينتقي الكلمة والكلمة الحبلى بالمعاني. ما يسحقش حسين باش يقول أربع جمل إذا كان ينجم يقولها في جملة. هذه من الخصائص الأسلوبية متاع حسين. الليل يمضي وفانوسه معه، السلحفاة تمضي وبيتها معها، إلا أنت يا طيور. La nuit s'en va avec son réverbère. La tortue s'en va et porte sa demeure. Sauf vous, oiseau. هذه هذه القصيدة هذه. بأرض غيري غمر الماء الحجر، يا طائر الكهنوت خيبتني، ما كل الرعود تهدي المطر. جميل. Sur la terre des autres, l'eau a envahi les pierres. Oh, oiseau de l'oracle, tu m'as déçu. Ce ne sont pas tous les tonnerres qui offrent la pluie. هو شعر رؤيوي. C'est une poésie visionnaire. وكما قلت لك انا بكري، الشعر اما ان يكون رؤيويا او لا يكون. نذكر فهمت لاب يعني بمقاربة إيميلي ديكنسون للشعر، إيش تقول هي؟ تقول في مقاربتها للشعر ما ثماش تعريف للشعر. الشعر ما يتعرفش والموسيقى ما تعرفش. فهمتني؟ لأنه لا الشعر يلامس الأرض ولا الموسيقى تلامس الأرض. لأنها هوائية. تقول إيميلي ديكنسون وهي تحدث عن الشعر: أن نشحن أنفسنا كما الصاعقة، وفيما تلوذ كل الكائنات بمخابئها، أن نتفجر في انفجار عميق، ذلك هو ما قد أسميه شعرا. سأقرأ لكم قصيدا من كتاب الأرواح البيضاء، هذا الكتاب الذي صدره حسين بالأبيات التالية: زينت إلي الكتابة، في كل حرف زفاف حبيبين، وفي كل قافية ألف مزمار وربابة. القصيد هو أهداه لصديق عبد الوهاب البياتي. عطار يا عطار، كيف أبقى أسير لغز ألقاه علي هدهود، رمى ريشة على كتابي وطار. لا قرنفل في نومي أقبله، لا نعاس. ما الذي جنيت حتى يهدد الطير حياتي بنفي في قلاع الدخان وفي جزر النحاس؟ عالم الطبيعة عنده وحضور التفاصيل، وهو شخص يعرف القيروان. أنا نقول لك يمكن معناه شارع عن شارع، بابا بابا يعرف، يقول لك الباب الفلاني الذي بالأخضر والذي كذا، هذيك الدار ما عرفش فلان، ويوجد في كذا وفي زنقة كذا. معنى كان يعرف القيروان بتفاصيل غريبة وعجيبة. وحين أقول هذا الرجل لو كان رساما لا شك أنه سيبرع وسيعيد إلينا تجربة بول كلي وهؤلاء الرسامين الكبار الذين زاروا القيروان في بدايات القرن الماضي. هذا من كتاب أندر من بروق الصيف، أرق من غيمة الخريف. مضى أكثر الشتاء والرياح عادت بمزامير الحداد. حصن الأبواب وأوقد المدفأة، عظامي قصباء نفخت فيها الأحقاب صقيعا.
لكل شهر بطيء هلال ذو منجل مضيء. دم الأنبياء كالزئبق لا يمزج، لهم الأحياء في قبورهم، ليتني كنت ترابا. نقل الصخور في المنفى أهون من تحريك ساكن، آهي ما أقصى القاعدة، عربات الخبز في القرى يأكلها الغبار. حسين أفصح لي مرة، قال لي عزين الشعر أنهكني، الشعر أنهكني، واللي كان يؤلمه كونه ما لقاش الاعتراف، لا ريكونيسانس، بل في بعض الأحيان جوبها باللامبالاة، بل أكثر من اللامبالاة بالسخرية. تألم، قرب باش يتجه نحو النثر، نحو الرواية، لكن تو نحكيه بعد عليها، وممكن ثم متخصصين خير مني تو يزيدوا يحكيه على الأسلوب، لكن حتى في الرواية متاعه قاعد شاعر، قاعد يكتب شعر، يكتب رواية، لكن بنص فيه روح شعرية كبيرة برشا. اتجه دونك إلى النثر، مش هروب المشاعر، لا أقول هروب، لكن لأنه فضاء أرحب، يسمح له باش يتكلم تلقائية أكثر. الشعر فيه قيود، الشعر باب جلادين، رواية باب جلادين هي شكلت تحول، نقطة تحول في مسير تحسين القهواجي. باب جلادين عرف نجاح، رواية باب جلادين عرفت نجاح منقطع النظير، نجاح جماهيري شعبي، ونجاح لدى النقاد اللي كتبوا عليها الكل، كتبوا عليها بكل أعجاب، كتبوا عليها بكل تثمين. ومن هنا بدا الاعتراف بحسين القهواجي. حسين قبل ما كان يؤلم كونه لا يستدعى إلى ملتقى شعري أو إلى أمسية شعرية أو إلى ندوة من الندوات. بعد باب جلادين وبعدها جات حمة البي، بدأ نجمه يسطع، بدأ يجد الاعتراف في الواقع اللي هو يستحقه، معناها ماهوشي لأنه بصمات حسين القهواجي ظاهرة وجلية، عنده أسلوب متميز. عنده ثم واحد من أصدقاء قال لي كان نقرأ حتى تحط لي 100 شعر نقول لك أنا هو متاع حسين القهواجي. فعلا عنده أسلوب متميز، أسلوب نادر، أسلوب خاص به. المكانة متاعه واضحة لا غبار عليها حسب رأيي أنا شخصي. كتاب باب الجلادين إذا ما أحناه على أنماط الكتابة المألوفة لا يمكننا أن نعتبره قصة، بمعنى أنها فيلم فيكسيون، ولا قصة طويلة، ولا رواية، ولا مسرحية، ولا خبرا بالمعنى القديم، ولا مقامة، ولكنه مع ذلك فيه الحكي، فيه حكاية، وهذه الحكاية تتصل بالأرض التي تسير قدماه عليها، تتصل بميراث، بميراث لا يعيش بينه فقط وإنما يعيش داخله، تتصل بذاكرة له، لأن حسين لم يكن يقطن القيروان، كانت القيروان تقطنه، كانت تسكنه، كان يعني أذكر يعني مثلا يضرب لي مثلا قديما جدا، هذا في السنة في بداية التسعينات، ورغم أن المثل فيما عرفته من بعد أنه منتشر ومعروف، ولكنني أنا عرفته من خلاله. يقول نخيط الزنق أو نفصل في الشوارع ونخيط الزنق، يعني أفصل الشوارع وأخيط الأزقة. فيعني لاحظ كيف أن الأزقة عنده، يعني الأزقة لأننا أمام مدينة تقليدية، أزقة عنده صارت قماشا يفصلها ويريد أن يصنع بها شيئا ما، هي ليست مادة موضوعية بينه وبينها مسافات يراها ولا يلمسها،
يعني يشاهدها في موقف المتفرج، لا هو يريد أن يصنع منها شيئا، هي عجينته. ولهذا يعني حينما لا أقول كف عن الشعر، لأنه من بعد نشر مجاميع شعرية أخرى، ولكن هذا الفولي إن شئنا، أو هذه الناحية التي فتحها، هي ناحية في علاقته بالمكان أو في علاقته بالفضاء، كيف يفصل، كيف يتفاعل معه. ولهذا يعني حينما ننظر أو نقرأ عناوين هذه السير الروائية، سنلاحظ أنها كلها تتصل بميراث. فباب الجلادين، لأن في القيرواني باباً فيه قوسان يسمى باب الجلادين، ووضع هو في كتابه تفسيراً لهذا، لن يكتب هذا السرد المفتوح على ذاته وعلى المدينة، ولكن يكتبه بكثير من التأني وكثير من الدقة، ودائماً يستأنس بجملة من المراجع الدقيقة. وإذا كنت عابراً حومت الشرفة، تذكر ذلك الحائط المديد، باطنه لصحن جامع الأنصاري وظاهره على الطريق. مع زرقاق الفجر أو عند غسوق المساء، تجيء النسوة بالحناء المبللة متسترات، يمرغن الحائط والأبواب ضارعات. وفي موسم الأمطار أوصيك بتأمل الحائط، سترى جمال فن التجريد في طقوسه القدسية. فمع تساقط سبائك النوء، تسيل الحناء خيوطاً على بياض الحائط المتقشر كلسه، وتنساب الصبغة كما في الرسوم والألواح. كتاب لحسين القهواجي تقرأ إذن أحياناً كلوحة فيها أشكال وألوان وقيم ضوئية. وقد كانت لحسين مقالات متعددة حول الفن التشكيلي نشرت في الحياة الثقافية. هذا ما كتبه على حسين عطي الذي اعتبره رساماً فطرياً حثيث الخطى نحو التجريد. أما الأشخاص والأشياء فمحض أطياف تستحم في الإضاءة وفي الأصباغ المنسابة، خالية من كل ملمح. كتب كذلك حسين القهواجي على فنانين عالميين منهم هوارد أودكين. ما يشغل هذا الرسام الإنجليزي هو أن الألوان جارية على التوسع والتضييق، رونق ضياء خافت وكمياء معجونات متواعة لبث سحرية مادية تجلب اللا متوقع وكل ما يحرك المخيال. ولحسين القهواجي تجربة مسرحية كما قلنا مع الفرقة المسرحية لمدينة القيروان، انضم لها سنة 1977. في 1986 تقمص الدور الرئيسي في مسافر ليل للمسرحي بشير القهواجي، وكان رائع. حب ثم تكلمها وتبدا صاحب بوك كلمه ربي فضلك ويرحم خي. كنا نخرج من الحومه هنا، نلقاو باب جلادين، نلقاو دار ثقافه، نلقاو الكتاب اللي قرينا فيه، المد بشير بن غانم هو اللي قرانا، الكتاب في جامع البي. نخرجوا على اليسار نمشيو للمخبزه، مخبزه القهواجي اللي هي مخبزه العيله، معناتها في وسط البلاد. نرجعوا على اليمين نمشيو لدار ثقافه، فهمت، تقدم شويه مدرسه الفتح اللي قرينا فيها، قريت فيها يعني وحسين 6 سنين. مركز على الاماكن هذيك كاين تلهم، علاقه بها علاقه قلبيه عاطفيه، بحكم ان توام، فهمت، ما نتحدثوش برشا في الادب يعني، فهمتني، يكفي ان نقعدوا بحضر بعضنا، فما تواصل، متى
سوى هو مش يطلبني والآني مش نطلبه مانيش مش نتناقشه في الأدب. فهمت تقريب 25 سنة يعني وياها فهمتني بعدنا نسبيا وقت اللي يتزوج فهمت أما 25 سنة مع بعضنا فهمت نمشيو للسينما مع بعضنا نشوفوا الحفلات في دار الثقافة مع بعضنا الكتاب اللي ناخذه يعني وإلا هو نقراوه مع بعضنا فهمت 25 سنة أحسن وأحسي ما يفرقوش بعضهم فهمتني هو تزوج بكري فهمت تزوج عمره 25 سنة بعدنا نسبيا الأشهر الأخيرة كان فهمتني كل يوم يحب يقابلني كل يوم يحب يقابلني فهمتني ويطلب مني باش نجيب بنتي خديجة يحبها بنتي بارشا فهمت يقول لي تذكرني بأمنة بنتي أمنة كي كانت عمرها 8 سنين كانت تشبه ياسر الخديجة تقول شي توامة كان يحبها بارشا فهمتني يعطيها قصص الأطفال يعطيها شوكولاتة يكلمها في التليفون فهمت آخر ليلة مشى سهر في دار أختي فهمتني قاتلوا اقعد قال لها نستنى عندي موعد مع حسن فهمتني وإحنا مواعيدنا يعني قلبية نتقابلوا هكاك نعرفوا فهمتني نعرف مكان فهمتني مشيت للمكان اللي نقعد فيه في قهوة طقطق فهمت سهرت معاه شفنا آخر هليل هليل محرم قال لي خدمت عليه الهليل قال لي خدمت عليه برشا ليمات الأخرى فهمتني ما متأزم ولا فهمتني قال لي ما عاش عندي ما عاش نعيشك البهجة الفرحة عندي قصيدة لحسين كليوباترا غلبتها الكأس في الفراش الممهدي وليلها المسهدي سحيق المسك لا يروقها وأصباغ الحرير ولمحة البرق في لامع القوارير أنت وأنشبت في النهد أظفارها وفي اللؤلؤ المنظوم وبكت شبابا ليس يدوم في الدائرة الضيقة لأصدقاء حسين والقراب القلب محسن برجب يعجبني في حسين وشيء اللي هو يمتاز به ما مش عند غيره كي يخزر الإنسان يخزر له الأعماق متاعه كي يخزر للحياة يخزر لها نوع آخر مش بنفس المنظار اللي احنا نخزره له حياته معناها يخزر عاش مسكين متألم لأنه يرى اللي كل شيء فسد معناها الحضارة الجديدة والنظام الجديد نعطيك مثال باب دار فهمتني كل شيء جديد عصري واحد وكل شيء يخزر له هو يقول لي وينو الباب القديم اللي المصامر وينو الغامج وينو الرتاج وينو البلج وينو الساقط وينو الرطل يجبد لك التفاصيل نتاع الباب القديم باب الدار العربي يعطيها وين النقبة نتاع القطوصة باش تدخل وتخرج للدار يعطيك الجو هذاك اللي معناها انت ما عادش تخزر للباب تولي تراك الباب الجديد هذاك فارس وترجع تتعدى من قدام باب عربي تعرف قيمته ما عادش تتعدى قدام باب عربي باب دار كبيرة ولا حاجة ولا فيها هو وقت اللي يخزر للباب يعطيك تفاصيل أخرى يدخل للزرب مثلا للعبانة ولا حاجة يمس عبانة في الباحة تقول شيء شيرة أنت تخزر لها عبانة هو يخزر لها المرأة اللي خاصلت الصوف واللي عملت القيام على زنودها ويعطيها كل وكيفاش صبحها تحطه في لسانها باش تبرم الخيط وتهبطه يخزر لك يسميها لك زادة ما يقولش عبانة يسمي التجليل يسمي الفرشة يعني يعطيهم الأسامي القدم نتاعنا اللي احنا تبدلنا واللي نقوله معناها كوفرتيرا ولا نقول واحد هو يرجع بيك للأصل كي تهزوا للدار يقول لك هذه النقبة هذه في السقف هذيك باش تبدا المرأة وقت يعني وقت اللي في الدهليز هو يبدا كي تبدا المرأة تهبط في الخيط نتاع الواحد المغزل باش تحصل على خيط طويل تهبط المغزل في النقبة هذيك يهبط للدهليز تولي الخيط هذاك طوله عنده 6 متر ولا 7 متر يعطيك تفاصيل أخرى تولي تخزر لك اللعبانة نوع آخر تولي يعني وقت اللي يدور زاد في الحم يخزر يتنكد
فهمتني؟ يقول لي وين ماك القوافل، وينك القمرة اللي زار اللي راها في الليل على القوافل، يراك الضوء نتاع القمرة في الحيوط، في الواحد يدور في الأزقة هذه يراه شيء. اللي احنا وقت اللي يفسرها لي نولي كيف واني، نولي وقت اللي نتعدى نرى القوافل نوع آخر، نرى البيبان نوع آخر، نولي متكدر كيفه. في حاجة أخرى مثلا يتعدى يقول وين المضوى، شنو هي المضوى؟ المضوى كانت فما مضوى صغيرة، شباك صغير وحاطين فيه عود عرعار مسكروا على باش ما يدخلهمش السارق، نحى العود العرعار وركب فرفورجي ردك المضوى هذيك وردها شباك. وينك المضوى؟ هكا كنت نتعدى نشم ريحة الملوخية، نشم ريحة القديد، نشم ريحة ويعطيف، وبعد كيما ما فماش نشم ريحة العرعار هذاك العود هو يشم وإحنا ما نراوش. يقول وين حطوا زعم العرعار، وين لوحوا؟ هو قعد إنسان ما تغيرش، قعد عايش بك ريحة الجاوي والبخور وبيت العربي والدكانة والفرش الحجامة، عاداته متمسك بها يعني. ولكن الشيء اللي فيه هو كي يخزر الحاجة يعطيك حاجات أخرى وراها، كل دقيقة نعداها معاه ثمينة ياسر تزيدني، ومسكينة والألم متاعه أكثر من عاش متألم متألم، حتى ما يذي حتى حد هو يتألم يعني، حتى يعني الناس يحبوه واحد وكل شيء، هو يتألم يسمع ناس يتحط ويرى الكلام مش هكاك يتنرس في داخلته. عاش متعب، ما ريتش واحد كيف حياتي كلها نعاشر ونعرف برشا ناس. واحد حسين حاجة خاصة، حسين ما يتخلفش، حسين خلى لي غصة في قلبي معنا حاجة ضيعناها. واللي ألمني أكثر يعني هو كان ما كانش سعيد، واللي مألمني أكثر أكثر في آخر مرة في حياته قبل ما يموت بجمعة جاء وانتظرني حابي قبلني وما نجمتش قابله، فقعدت هي مأثر علي ياسر. سأقرأ عليكم رسالة موجهة من شاعر العراقي جبرة إبراهيم جبرة إلى حسين القهواجي سنة 91. عزيزي الأخ حسين، يسعدني أنني التقيتك ويؤسفني أن اللقاء كان قصيرا في زحمة النشاط الذي كان يتوزعني في ألف اتجاه، وقد سررت جدا بكتابيك ورسالتك الكريمة، وها أنا وقد عدت إلى بغداد وإلى شيء من السكون والتأمل، أبادر إلى تحيتك مجددا راجيا لك دائما بموهبتك ونقدك أن تكون أندر من بروق الصيف، أرق من غيمة الخريف. وبالمناسبة أبياتك الشردة من أجمل ما قرأت بالعربية من هايكو، وتتكشف عن حكمة لا يتوقعها المرء من شاعر شاب مثلك، مفاجأة طيبة. ومخطوطات منير الشعراني بهجة للعين دائمة. كانت أيامي في تونس زاخرة بروعاتها، وأجمل هذه الروعات ما لقيته من حب الناس أينما ذهبت. لك مني أجمل الود وأطيب التحية والسلام للمخلص جبرة إبراهيم جبرة. هذه عينة من الرسائل اللي كان حسين القهواجي يتلقاها، ونجم نقول أسعد ساعة في النهار في نهار حسين القهواجي تمشي لدار الثقافة، لأنه يوميا يمشي لدار الثقافة فقط يشوف البريد، ونهار يلقى رسالة لا تتصور كم يفرح بها. وقد كتب عن ساعي البريد وانتظاراته لساع البريد والبشرة التي تأتيه به ساع البريد، وهذه بشرة حسين القهواجي هي الرسائل. وشفته في عام 91 أيام حسين كان نعتبره في البداية بعد ديوانه الرابعة أندر من بروق الصيف، وقد شهد هنا إبراهيم جبرة بتأثر الهايكو وبروعة وبحبكة كلمات حسين القهواجي. من الرسائل الجميلة والمؤثرة أيضاً ما كتب أدونيس معلقاً على كتاب باب جلادين. شعرت كأنني أسبح في ضباب بهيج كئيب يتصاعد من حمام التاريخ العربي
وأخذني ذلك سفر في تفاصيل الأشياء القيروانية، وذلك المزج بين السحر الصاعد من طين الناس وشياطينهم والسحر الهابط من سمائهم وملائكتها. هو ذا كتابك يدخل مدينة أهوائي ويسكن فيها قبضة حميمية من طينة القيروان ونقش آسر على جسد الكتابة. وهذه رسالة أخرى: إنها المرة الأولى التي ألحظ فيها كتابة قيروانية تحقق معادلة ما أرتئيها وأفضلها. هي المرة التي لا تجر فيها القيروان كاتبها إلى ماضيها الصرف لغة وهذا الأهم وموضوعات وتصوفا بين السطور لا ادعاء. وجدتك المتصوف الأكبر، بل قل الناسك، أمسيت شبحا ينتقل خلف سطور الكتاب فحذرت أكثر، لأن ماضي القيروان أيضا غبارها حرارتها هي أنت، هي أيامك. الشعر تحتاج اللغة، يجدد شباب اللغة، لا نفع منه غير تجديد اللغة. كل أمة تحافظ على شعرائها لتجديد شباب لغتها. Thank you.